نعم، هو في الحقيقة هذا الحديث أيضا في آخره يشير إلى سبب من أسباب الاضطراب الفكري، وسبب من أسباب الصراعات والانقسامات والعصبيات التي كادت أن تأتي على الأمة كلها لولا فضل الله ولولا لطفه. لمسألة إيه؟ مسألة كثرة الاختلاف. إنما أهلك من كان قبلهم، كثرة اختلافهم، كثرة سؤالهم أي لأنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم ما قالش اختلافهم مع أنبيائهم، بل قال على. الاختلاف على الأنبياء يعني إيه؟ غير الاختلاف مع، يعني الاختلاف في الرأي مسموح به إذا كان بين متكافئين، لكن إذا لم يكن هناك تكافؤ فينبغي أن نترك الأمر لأهله وأن نرفع الأمر لأهله. كثرة السؤال وكثرة الاختلاف ده بيكون نتيجة لإيه؟ اضطراب في الفهم، اضطراب فكري. فهناك أناسا يحبون الجدل، وكما ورد أو أخرج الإمام الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. اللي بيسيب الناس المعتدلين ويروح ينتمي لفرقة من الفرق دي تقص تلاقيه بعد كده يبقى مجادل حقيقة. يعني يبقى معاكم أخ من إخوانكم وبيدرس في الجامعة معاكم وكل حاجة وتمام، لما يسيبكم ويروح للفرقة من الفرق الضالة دي توصل إيه؟ أصبح مجادل. زي الحديث ما بيقول كده: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إلا أوتوا ليه؟ لأن الجماعة التانيين دول بينفخوه. هو في وسط جماعة صوفية أساس الطريق عندهم كسر النفس، إنما التانيين بينفخوه يقولوا اطلع اخطب الجمعة صلي بينا أمام، بينفخوه واخد بالك. فمن هنا ينشأ عنده شهوة الكلام، وشهوة الكلام بتفتح الباب لإبليس، وإبليس يشتغل، الشيطان يشتغل ويفضل يجادل في أهله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين، لأن مصيبة إبليس أول معصية له كانت إيه؟ هي شبهة، ولذلك سمي إبليس لأنه يلبس الحق بالباطل. الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس: معصية آدم شهوة، ومعصية إبليس شبهة. فدي مصيبة كبرى. فلما الإنسان يبتلى في عقيدته، يبقى عنده شبهات في العقيدة، تبقى دي مصيبة. يقول بالتجسيم ويقول زي ما انتم عارفين، ومن قال بالتقسيم بالتجسيم فهو كافر بإجماع كثير من الأئمة، لأنه كأنه يعبد صنما. نعم، إذا صرح بذلك، إذا قال يعني زي ما ابن تيمية قال كده، قال المشكلة في عبادة العجل ما كانتش عشان إنه جسد، ولكن كانت العلة على أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وبذلك أبقى الشبهة في سيدنا عيسى لأنه كان يكلم الناس وكان يهديهم، يبقى كان سيدنا عيسى مستحق للعبادة. يبقى عيسى هذه مشكلة، هذه تعتبر إيه؟ مشكلة. فإذا الجدل والاختلاف، يعني المفروض طالب العلم بالذات بل والعالم أولى إنه ما يجادلش، زي ما كانوا يعملوا برنامج مش عارف في لندن أو في بريطانيا، كانوا دعوني على الهوى كده، يعني إن أنا لقيت المسألة كلها جدال. والمفروض إن حتى لما يبقى في حوار بين اثنين سواء من خلال التلفزيون أو غيره لابد أن يكون بين الأكفاء، إنما تجيب واحد جاهل وتحط قدامه عالم تبقى أنت معرفتش قيمة العلم ولا قيمة العلماء. يبقى لابد أن يكون الحوار بين متكافئين. متكافئين ليه؟ على الأقل يبقى أنت
عارف أو هذا يعرف ما يأتي به خصمه أو مخالفه من الأدلة، والتاني يعرف ما يأتي به من الأدلة. إنما ما يجيبش واحد جاي يقول لا لا ده كلام فاضي، لا الحديث غير صحيح، ويصادر عليك من البداية وانتهت القضية بإيه؟ انتهت القضية بانتصاره في نظر الجهلاء، في نظر الجهلاء ان هو ده انتصر. طبعا يقولوا ده هو ده غلبه، ده انتصر، ولم يعرفوا ان الانسان ساعات من ورعه او من خوفه ان يضيع اوقاته مع ناس زي دول ينسحب ليس عجزا وانما امتثالا لامر المعصوم. انا كفيل ببيت في اعلى الجنه وببيت في وسطها وببيت في رمضها. قالوا لمن؟ قال لمن ترك الجدال وهو محق، مش مبطل. فإذا كان يتعين على المحق ترك الجدال فمن أول من باب أولى إن المبطل يسكت، يكف عن الجدال ويترك الأمر لإيه؟ ويترك الأمر لأهله. ده بخلاف بقى ناس تانية تقعد في وسطينا وتتلقى في الفوائد وبتاعه ويظهر اعتراضه على الكلام وهو بيستفيد منه، كما قال يعني بعض العارفين إذا جلست إلى الرجال فأشرقت في جو قلبك العلوم الشرد فاحذر مماراة السفيه فربما تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد. تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد، يقول لك ده كلام فاضي بتاعه، وهو بيستفيد بياخد كلامك يردده على أنه كلامه.